بيك. احنا معاكم النهارده في مسجد ايا صوفيا اللي كان زمان كنيسه كبيره. ايا صوفيا كان اكبر كنيسه في الامبراطوريه الرومانيه الشرقيه في اسطنبول كلها. اتهد واتبنى 3 مرات على نفس المكان اللي هو موجود فيه. كان الاول اسمها ميغال اليكسيا، يعني الكنيسه العظمى، وبعد كده في القرن الخامس تم تغيير الاسم لايا صوفيا ومعناها الحكمه المقدسه. تم بناء ايا صوفيا من قبل الامبراطور جستينيانوس، وبداوا البناء فيها يوم 23 فبراير سنه 532، وتم البناء في حوالي 5 سنين في فتره تعتبر مش كبيره، وعملوا حفله لبدايه فتح الكنيسه في 27 ديسمبر سنه 537. وقبل ما يدخل الامبراطور جستينيانوس الكنيسه وقف قدامها وقال: الحمد لله الذي اعطاني الفرصه لان اجعل هذا الصرح العظيم مكان للعباده، وراح داخل المعمد بعدها مباشره. احتلت اسطنبول في فتره ما بين 1204 ل 1261 من قبل اللاتينيين، ودمروا المدينة تدمير كبير جدا، ودمروا كمان آيا صوفيا نفسها بكل المحتويات الموجودة جواها. تم تحويل آيا صوفيا من كنيسة كبيرة لمسجد بعد فتح السلطان محمد الفاتح لاسطنبول سنة 1453 مباشرة. حولها على طول لمسجد، وتم تعزيز الهيكل والبناء الموجود والحفاظ عليه كمسجد موجود لحد النهارده بإضافة بعض الإضافات العثمانية المعروفة. وتم بناء المسجد ده أو آيا صوفيا أو إعادة كمان بنائها بشكل كبير بعد ما تعرض لكتير من الزلازل اللي دمرته وخلته يتبني 3 مرات بعد كده. تم تحويل آيا صوفيا لمتحف للزوار المحليين والأجانب من قبل مصطفى كمال أتاتورك وقرار من مجلس الوزراء، وفتحت فعلا المتحف في 1 فبراير سنة 1935، وده كان وفق لسك الملكية 1936، وده اللي أثار غضب المسلمين الأتراك بشكل كبير جدا جدا. إزاي آيا صوفيا بعد ما كانت أكبر كنيسة للإمبراطورية الرومانية إزاي تحولت لمسجد، وبعد ما تحولت لمسجد يتم تحويلها لمتحف ويمنع منها الأذان وتمنع منها الصلاة؟ فكانت النقطة السوداء في تاريخ اسطنبول كلها. في رمضان 2014 الرئيس رجب طيب أردوغان رجع وفتح آيا صوفيا مرة تانية ورجعها مسجد، وعمل مؤتمر صحفي كبير. كان مضمون المؤتمر أنه دعا لكل المعماريين اللي بنوا الصرح العظيم ده وقرا لهم الفتحة، وصلى التراويح بكل المسلمين اللي كانوا موجودين، ورفع الأذان هو شخصيا، وكانت فرحة كبيرة جدا لكل المسلمين الأتراك، ورجعت فرحتهم بشكل كبير جدا. اتبنت آيا صوفيا على طراز بيسمى البازلكي المقبل، واخده شكل المستطيل طول ضلعه 76 متر من الشرق للغرب و72 متر من الشمال للجنوب. اما قبتها فموجوده في منتصف المبنى، وارتفاعها من الارض لحد مستواها فوق ما بين 55 ل 66 متر تقريبا. تم استخدام احجار البازلت والجرانيت في بناء الجدران الاساسيه والرئيسيه لمسجد آيا صوفيا. قبه المسجد بتستند على 4 اعمده ضخمه جدا وكبيره، وطول قطر الواحد فيهم 3 متر. اما الجامع كله فله باب واحد بس من جهه الغرب، مش بيدخلك على المسجد مباشره، ولكن بتخش على ساحه رئيسيه مستطيله ومن بعدها بتدخل على المسجد من جوه. الدور الثاني من مسجد آيا صوفيا واللي مخصص للنساء، واللي من خلاله يقدروا يشوفوا كل تفاصيل المسجد، سواء كانت النقوش والرسوم العثمانية اللي موجودة فيه أو الآيات القرآنية اللي مكتوبة عليه. ومكتوب في بطن القبة الآية 35 من سورة النور: الله نور السماوات والأرض. في نهاية الساحة المستطيلة من جهة الشمال موجود باب، الباب ده منه بنطلع على سلم للدور العلوي.
السلم ده ما هوش سلم عادي، هو سلم فريد من نوعه بشكل حلزوني، بيطلع منه الناس بشكل تدريجي للدور العلوي. وأول ما بيطلعوا للدور العلوي بيبدأوا يبصوا من الشبابيك الإزاز اللي فوق على النقوش العثمانية اللي ما زالت موجودة لحد النهاردة، وعلى الرسومات اللي موجودة، وأبرزها صورة سيدنا عيسى والسيدة مريم العذراء اللي ما زالت بتحتل مكانة كبيرة جدا ومرسومة داخل بطن القبة الرئيسية في آيا صوفيا. وضع الخطاط مصطفى عزت أفندي 8 علامات على أبرز الجدران الرئيسية لمسجد آيا صوفيا، وهم الله عز وجل وسيدنا محمد وعلي وعثمان وإبراهيم والحسن والحسين، وبيعتبروا 8 دول هم لحد النهاردة أبرز 8 لوحات في الخط العربي الإسلامي في العالم كله. سلم آيا صوفيا واللي بيطلعنا للدور الثاني ما هواش سلم عادي، هو فعلا سلم فريد من نوعه، ما فيهوش سلالم عادية أو درجات عادية زي باقي السلالم، هو عبارة عن شكل حلزوني أو دائري بتقدر تطلع منه للدور الثاني. المفروض ان انت تنتبه وانت طالع علشان الخامه المصنوعه منها السلم ممكن تكون بتزحلق شويه، واللي بيطلع عليه بيلاقي صعوبه شويه في الطلوع وصعوبه وهو نازل كمان. كنا معاكم من مسجد آيا صوفيا واللي كان اكبر كاتدرائيه وكنيسه عظمى للاباطره الرومان، واللي اتحول لمسجد ولحد النهارده بيرفع منه الاذان. نشوفكم في حلقه جديده ومسجد جديد وحكايه مسجد.